ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان خبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم حمودي، مرحبا بك. إذا في اليوم العالمي للعمال، كيف ترى وضع العامل في العراق ما بعد الاحتلال الأمريكي؟ دكتور خضير كاظم، هل أنت معنا؟ نعم، وياك. نعم، في بسم اليوم الله الرحمن تفضل. الرحيم. نعم دكتور، نسمعك، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أغني الطبقة العاملة العراقية بذكرى هذا اليوم التاريخي للقوى العاملة عالميا. نعم. إلا أنني في الوقت ذاته رغم تهنئتهم إلا أنني أشعر بمعاناتهم في العراق ما بعد الاحتلال، حيث أهدرت الكفاءات الوطنية العراقية ولم يتحقق لها أدنى مستوى من العيش جراء التهميش وعدم اعتماد الكفاءات العراقية المخلصة التي من شأنها النهوض بالجانب الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي الذي أهمل بشكل كبير ما بعد الاحتلال 2003. ولحد الآن نجد أن البطالة قد تفشت في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، وأصبح الفرد العراقي لا يأمن حتى على قوته اليومي، فارتفعت البطالة إلى أكثر من 30%. ثم ارتفع مستوى الفقر المدقع بين أبناء الشعب العراقي إلى مستوى لم يصل إليه في كل الحقب التاريخية الماضية، مما أدى إلى إضعاف البنية والتماسك الاجتماعي لمختلف أفراده، وضعفت فيما بينهم القوى القادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني. إضافة إلى سعي الحكومات المتعاقبة إلى الاعتماد على الفساد والثراء الفاحش الذي حظي به السياسيون الذين استولوا على دفة الحكم في العراق، وأصبحوا هؤلاء أثرياء على حساب الشعب المضطهد المظلوم الذي يعاني الأمرين في مختلف جوانب حياته. طيب دكتور خضير، عفوا، يعني قانون العمل الذي صدر أخيرا برأيك لماذا لم يستطع من أن يغير وضع العامل في العراق؟ لم يستطع القانون أن يحظى باهتمام الدولة ذاتها، ولذلك بقيت الشرائح المختلفة من أبناء الشعب تعاني من جراء الفساد المستشري في مختلف أرجاء البلد. حقيقة إن الفساد والصيغ القانونية المعتمدة لا تنسجم مع بعضها، طالما أن هناك فساد مستشري وبشكل كبير في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية فإن القوانين لا تجد بنفسها أي دور في تحقيق أهداف المجتمع العراقي. وهذا ما أضعف البنية الاقتصادية وسبل التنمية المستهدفة التي كانت لكل الحكومات السابقة شعارات يعتمدونها في مرحلة الانتخابات. وبعد قرب الانتخابات نجد أن كل ما تم عرضه و جذب الأصوات الانتخابية من جرائه يذهب هراء ولا يحقق أي دور في هذا الشأن. يعني تريد أن تقول أن الأزمة في السياسات الاقتصادية التي تنتج الحكومة في بغداد هي التي أدت بالواقع الذي يعيشه العامل
في العراق من نتاج تلك السياسيات السياسات. طيب دكتور خضير، ميزانية انفجارية كما يصفها شركاء العملية السياسية في العراق في الموازنة الأخيرة، ما نصيب الاستثمار من هذه الموازنات في ظل المليارات التي تنفق على الأمن فقط؟ الواقع الموازنة في 2019 هي انفجارية فعلا، لكنها انفجارية في الجانب التشغيل، أما الجانب الاستثماري فلا يكاد يحقق أكثر من 30%، وهذا يتم اعتماده في مشروعات متلكئة وفي جيوب العاملين في الأجهزة السياسية الحكومية الذين يستحوذون عليه بصور مختلفة. فالموازنات العراقية هي موازنات تشغيلية لأنها تغطي مصروفات الحكومة التنفيذية والبرلمان والقضاء وذوي المناصب العليا في البلد، إضافة إلى العناصر التي لعبت دورا في السياسة العراقية الممنهجة والتي جاءت بتحقيق أجندات إيرانية أو أمريكية أو تركية وإلى آخره، من طبعا إضافة إلى الأجندة الإسرائيلية التي يحملها العديد من السياسيين. وهؤلاء كلهم، كل هذا الذي أشرت له، لا يريد إطلاقا تحقيق أي أهداف تنموية للعراق، بل يراد منه تمزيق شعبه وضياعه وتدمير تاريخه وحضارته وكل مستقبل الأجيال القادمة. دكتور الخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمودي من عمان، شكرا جزيلا لك.